السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس عربي للعقار مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد القطع أرضية اللي كتواجد في واحد التجزئة، يلاه الدار تجديدة كما كتشوفوا معنا هنايا، كاينة في إحدادن في طريق الزغنغان، تجزئة سكنية، كل شيء متوفر فيها، الماء ولا الكهرباء، الواد الحار وحتى الشبكة ديال الهاتف، كل شيء كاين فيها. فيها 62 قطعة أرضية اللي كتباع تما في التجزئة هذه، عندها واحد الإطلالة على جاية عالية شوية، عندها إطلالة على المدينة ديال الناظور وحتى على البحر، واحد المنظر رائع الصراحة. وكاينين في واحد البلاصة كالم هادئة بزاف، موقع ممتاز الصراحة. كاين القطع اللي فيهم ريد شوسي وطابق الفوق، كاين اللي فيهم ريد شوسي وجوج ديال الطوابق الفوق، يعني كاين ار بلس 1 وكاين ار بلس 2، وكاين حتى قطع اللي فيهم حتى لاكاف، يعني ريد شوسي بروميير ايتاج وكاين فيهم لاكاف، وكاين القطع اللي كيديو محلات تجاريه لتحت ولاكاف وار بلس 2، يعني القطع اللي فيهم السفلي والفوقي كاين سبعه ديال القطع. القطع اللي كاين فيهم السفلي وجوج طبقات الفوق كاين 54 قطعة، وما تبقى كاين فيهم قطع بطبيعة الحال. هاد القطع كلشي كاين عندهم اللي كيديو لاكاف واللي كيديو محلات تجارية لتحت، يعني داكشي كيكون مرخص في في الورقة ديال العقد ديال الشراء اللي غادي تشريو. هادي هي ديك الإطلالة على المدينة ديال الناظور كتبان كاملة والبحر كما كتشوفوا. هاد القطع الأرضية هادو محفظة، عندهم التحفيظ ديالهم كما قلنا، عندهم طريق كودرون من الطريق الرئيسي ديال الزغنغان حتى للقطع، طريق كودرون. الشوارع كما كتشوفوا كاين الشوارع ديال الشارع ديال 20، كاين ديال 15، يعني كلشي كما كتشوفوا هو كاين. يلاه الدار تجديد هاد التجزئة هادي، قلنا فيها أكثر من 62 قطعة أرضية. بالنسبة للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا وبغاو يعرفوا معلومات أكثر ولا بغاو يزوروا الموقع، يتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في أسفل الشاشة، أو اللي يزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع، إقامة أيمن في الريد شوسي في مدينة الناظور. من الأفضل يتصلوا بنا الناس الأول باش ياخذوا موعد باش نخرجوا نشوفوا هاد القطع الأرضية. بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا شي زيارة كما قلنا، كاينين في طريق الزغنغان بالضبط في إحدادن، غادي تدوز من تما إن شاء الله الطريق ديال 50 متر، غادي دار تما هذيك غادي ديرها الدولة، راهم جايين على ديك الطريق هذيك اللي غادي تدوز من تماك. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا المنطقة تما، قطع أرضية بأثمنة مناسبة، بنادم اللي كيفكر يشري قطعة أرضية ويبني الدار ديالو على دوقو في شي موقع كالم وتكون في التجزئة اللي متوفر فيها الماء والكهرباء، كاين التحفيظ، كاين الواد الحار، كاين شبكة الهاتف والانترنت، كل شي واصل تماك، طريق كودرون. وديما ما كيكونش الفيسافيس، ملي كتكون الأرض عالية غادية وكتعلى، يعني ما كشحال واخا تبني انت الاخر غادي تكون ديما ما قبالتكش البني، يعني كتجي عالية على اللي باني تحت منك. هذا هو العرض ديالنا ديال هذا النهار، كما قلنا لكم في الاول الفيديو، نعاود نذكركم انه قطع ارضيه في تجزئه جديده طريق الزغنغان بالضبط في حدادن، كاين اكثر من 62 قطعه ارضيه محفظه، كل شيء واصل ليهم، بلاصه كالم مزيانه بزاف ونقية. كاين قطع اللي فيهم ار بلس 1، كاين الار بلس 2، كاين اللي فيهم حتى لاكاف، كاين اللي عندهم في الرخصة ديال المحلات التجارية، جايين قرابين من كل شيء. كما كتعرفوا حدادن جاية في الوسط ما بين الناظور والزغنغان، يعني قريب عليها لا مدينة الناظور ولا الزغنغان. وهذا هو المنظر، بلاصة عامرة بالسكان، ماشي شي بلاصة خاوية كما كتشوفوا، راه عامرة بالسكان، لا على اليمين ديال القطاع ولا على اليسار ولا على التحت، كلشي عامره بالسكان. هادو كلشي قطع، لا اللي في الوسط ولا مع الجناب، كلشي حتى اللي في الجناب راهم قطع كيتباعوا، كاين اللي ديجا تباعوا تما
وكاين اللي باقي يلاه كيتباعوا. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا فيديو اخر باش نعطيوكم في البلون يعني شنو هما القطع اللي تباعوا فين كاينين بالضبط واللي باقيين فين كاينين بالضبط، ماشي غير اللي في الوسط، حتى اللي في الجناب ديال الشانتي في الطرف كاع حتى ديك البوست ديال الضو حتى هذوك راهم قطع تابعين للتجزئه. بالنسبه الاثمنه ديال هذه القطع الارضيه، هذه الاثمنه كتبدا من 3500 درهم، 3500 درهم للمتر كاري، ثمن قابل للتفاوض ان شاء الله. كما قلنا لكم بالنسبه للناس اللي كيفكروا يشريوا شي قطعه ارضيه ويبنيوا فيها الدار ديالهم على الدوق ديالهم، فهاد العرض هذا كيخصكم بلاصه مزيانه وكالم، والناس ابناء المنطقه اللي كيهمهم الامر بدرجه اولى لانهم بحكم انهم ابناء المنطقه عارفين البلاصه وعارفين الكالم اللي تما وعارفين كل شيء، والعرض راه للجميع كما قلنا طريق الزغنغان بالضبط في احداد. بالنسبه للثمن راه قلنا الثمن كيبدا من 3500 درهم للمتر مربع. كاين ديجا تباعوا تما قطع ارضيه، يعني ملي غيجي السيد يشوف غادي نعطيوه فين اللي تباعوا فين اللي باقين، راه عندنا البلان فيه اللي تباعوا واللي باقين ما تباعوش. كما قلنا لكم اللي مهتم يتصل بينا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه اللي هو 0644017000. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم دائما الفيديوهات ديالنا، حتى نتوما اللي عندكم شي عقار بغيتوا تبيعوه في الناظور ولا النواحي اتصلوا بينا على نفس الارقام. كنجددوا لكم الشكر مره اخرى ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.